علمتني الرياضيات أن السالب بعد السالب يعني موجب، فلا تيأس، فالمصيبة بعد المصيبة تعني الفرج. علمتني الرياضيات أن العدد السالب كلما كبرت أرقامه كلما صغرت قيمته، كالمتعالين على الناس، كلما ازدادوا تعاليا كلما صغروا في عيون غيرهم. علمتني الرياضيات أن الانتقال من جهة إلى أخرى سيغير من قيمتي، وأنه كلما صغر المقام صغر كل شيء. علمتني الرياضيات أن لكل مجهول قيمة، فلا تحتقر أحدا لا تعرفه. علمتني الرياضيات أن بعد الكسور لا تجبر، وأن هناك شيء اسمه ما لا نهاية، فلا تكن محدود الفكر والطموح. نعم، يمكننا الوصول لنتيجة صحيحة بأكثر من طريقة، فلا تظن أنك وحدك صاحب الحقيقة. ولا تنسى أن اليأس والنجاح خطان متوازيان لا يلتقيان. علمتني الرياضيات أن لكل متغير قيمة تؤدي إلى نتيجة، فاختر متغيراتك جيدا لتصل إلى نتيجة ترضيك.